صلى الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ثقيل نوم وأتكاسل عن صلاة الفجر مع حرصي على الاستيقاظ. يقول أحسن الله إليكم: ثقيل نوم وأتكاسل عن صلاة الفجر. ثقيل نوم، نعم أحسن الله أو نومي ضبطها نوم أحسن يعني نفسه. نعم أحسن. أي نعم. وأتكاسل عن صلاة الفجر مع حرصي على الاستيقاظ لقيام الليل، وأحاول مرارا ولكن بدون فائدة، فما نصيحتكم لي؟ عالج نفسك بالنوم أول الليل، لأنك يعني يمكن تسهر، نم من أول الليل، خذ راحتك من النوم حتى تنشط للقيام في آخر الليل لصلاة التهجد والوتر وصلاة الفجر، لا تحرم نفسك. وأيضا اعمل الوسائل التي توقظك، من جعل منبه عندك أو أحد يوقظك، احرص على هذا، عود نفسك على القيام وتعتاد بعد ذلك.